السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم الحلوة بكل خير. رجعنا لزلدا سكاي وورد سورد، وفي الحلقة اللي طافت هبطنا الأرض لنيرو، الصحراء اللي عرفنا أنها بيوم من الأيام كانت أرض خضراء ومتطورة. هدفنا في أن نوصل إلى زلدا اللي عرفنا أنها متواجدة في معبد الزمان، لكن في الوقت الحالي الطريق مسدود، فعرفنا ان في طريق ثاني راح يدخلنا ويودينا لمعبد الزمان اللي هو جهة منشأة لنيرو للتعدين، لانه يربطها ويربط معبد الزمان الانفاق او الطرق السفلية. فحنا جاهزين ان ندخل منشأة لنيرو للتعدين اللي هي الدنجن الثالث، فخلونا نقول بسم الله ونتوجه الى الداخل. منشأة التعدين الدنجن الثالث. هلا والله، يووو العناكب هذول مزعجين يا شباب بزيادة. فيهم ميزة واحدة بس، انه ممكن يعطوني بلوبات. شوفوا زي ما جالسين نشوف او شفنا في البداية، المنطقة هذه مسدودة. ما في بلوب، يقطع ابليسهم بخيلين بزيادة. انت في منك فايدة ولا لا؟ والله ما منهم فايدة يا جماعة الخير. خلونا نستخدم القنبلة تبعتنا، وهنا راح استخدم البتولة العزيزة. اهم شيء ما يطلق عليه الكهرباء ذا المزعج، ارجوك. ما اعتقد انه راح يوصل لانه بعيد يعتبر. فالشغلة هذه او البلاتفورم هذا راح يساعدنا في انه نضغط او نشغل الليفر الموجود او السويتش. ابتعد عن هذا لانه ممكن يكهربنا. اوكي ممتاز، فكذا انفتحت لنا البوابة. في جهة ثانية او ليفر ثاني، اوكي باخذه، ما راح اقول لا. ما ادري ايش يبي هذا، ابتعد عنه. فالسويتش الثاني راح يفتح لنا البوابه الموجوده هنا. طيب ما علينا، واكيد بتقولوا لي ان في جهه ما رحناها، والجهه هذه وش راح يكون فيها؟ عناكب زياده. تعطينا شيء مفيد ولا لا؟ اخلص، والله ما اعطونا اي شيء مفيد يا شباب. وهنا في عندنا درهمات. المهم اني راح احتاج اني راح افتح او اني افتح المنطقة هذه. خل نستعيد الطاقة شوي. الان نعطيها الركضة العجيبة يا شباب. اوكي طيب ممتاز، فانفتح لنا المكان. فيها بلوبات ولا لا؟ اخلصوا على هلا ابوي، هو ده الكلام. الانطلاقة على الحفة، مرة على الحفة. ها بيمدينا، يلا كويس. فراح ناخذ الصندوق الموجود في الغرفة هذه. هلا درهمات. طيب ممتاز، خلاص كذا نقدر نطلع من الغرفة من دون مشاكل ونتوجه إلى الغرفة الثانية. ممتاز يا جماعة الخير. شوف أحلى ما في الوحش ذا، مو إنه يضربنا، أحلى ما في الوحش ذا. واو واو واو، المفروض موجه على جهة راسه. هذا هذا هذه المشكلة، طالعوا بالشكل ذا. يعطينا 20 من الدرهمات، هذا أحسن ما في الوحش ذا. خلونا نشوف جهة راسه وبناء عليه نضرب. قلنا نضرب مو يضربنا. كذا كذا. كريه. أوكي ممتاز. 20 لو سمحت. عموما الباب هذا مقفل بجيت أو كيج، والباب هذا مقفل بقفل. الجهة هذه ما راح نقدر نسوي فيها شيء، لكن خلوها ببالكم. الشغلة الوحيدة اللي راح نقدر نسويها يا جماعة الخير ان ندف البوكس هذا او نثبته على جهة الجدار. يس يس يس، على جهة الجدار على طول. نعطيها القفزة علشان نقدر ندخل الى الجهة الثانية. ممتاز. فزي ما جالسين نلاحظ المكان مسدود هنا، وبرضو المكان هنا مسدود. هل في قلوب؟ هل ابوي هل بالقنابل. اوكي زي ما جالسين نلاحظ في صناديق سادة علينا الجهة هذه في ان ننقز، فراح نستخدم بتولتنا على اساس انها تفتح لنا الطريق.
ممتاز جدا. اسحب عليه الجلي الموجود هنا. خفافيش كهربائية تخلص منهم على السريع بعد. خلنا نشوف وش الشغلات اللي هل عطانا شيء؟ ما اعتقد. طيب ممتاز، لسه ما اخذنا الدنجن ماب الى الحين يا شباب. اوه على الاغلب طالعوا الطريق هذا مسدود، فعلى الاغلب احنا عارفين وين راح نستخدم المفتاح. قبل شوي شفنا بوابتين مقفولين، واحده بسبب المفتاح والثانيه بسبب انه جيت ولازم نفعل سويتش. فخلونا نرجع الى جهه المفتاح او الى جهه القفل علشان نستخدم المفتاح اللي اخذناه تو يا شباب. اوكي الوضع يعتبر جيد على الاغلب انه هنا. ايوه راح نخش الى الجهه الثانيه. اوكي فزي ما جالسين نلاحظ في شغلات واضح انها ان مر عليها الزمن ومو جالسه تشتغل الحين. ها يا مزعجين اعطونا بلوبات يا شباب، والله انهم بخيلين يا شيخ، البخل الزائد عن حده. فوشو تلاحظون يا شباب؟ لاحظوا ان الطريق يعتبر شبه مسدود، يعني حتى لو نزلنا بسبب الرمل ما راح نقدر نسوي شيء. فايش اللي راح نسويه؟ في طريق او مكان خشب او صندوق خشبي موجود بالاعلى برضو. هلا بالبلوب. فراح ندور قنبله اللي هي هذه. نستخدم بتولتنا العزيزه علشان نستخدم او نلقط القنبله الموجوده هنا. اللي راح يصير لاحظوا وجود السويتش او الحجر، حجر الوقت يا شباب، التايم شيفت ستون. طيب راح نستخدم القنبله فانفتح لنا الطريق. فاللي راح يصير بشكل بديهي هنا راح نرقى فوق ونضغط السويتش، فراح يكون حجر التايم شيفت اكسس بالنسبة لنا. ايش معناها يا شباب؟ نستخدم البتولة علشان نرجع للماضي. ايش ممكن يصير في الدنجن؟ واو المكان تشقلب بالكامل، نفس الغرفة اللي فتحناها قبل شوي. طلعوا ايش صار فيها يا شباب. ددش ددش، وطلعوا كيف كل شيء صار اكتف. ددش وعلى وجهك. تتذكرون المنطقة اللي كان فيها رمل وما راح نقدر نكمل؟ الحين الوضع صار سالك. خلونا نتوجه اول شيء الى الدرج الموجود. اوكي راح نستخدم الليفر علشان نفتح لنا الجهة تبعت الصندوق ذا. اتوقع ان القلوب عندنا كويسة. اوكي اوه الانطلاقة ممتاز. فيبغالنا ان نروح الى جهة الستامينا فروت يا شباب. هل سنستطيع ام ماذا؟ والجواب نعم. ممتاز فراح نرقى في الجهة اللي فتحنا فيها المكان تبع الصندوق. ددش ددش. طيب ممتاز، خل ناخذ الشغلة الموجودة اللي هي 20 من الدريهمات. هل بتعطينا شيء؟ اوكي فالجهة هذه هي اللي جينا منها قبل شوي. حتى الميوزك اكيد انتبهتوا انها تغيرت. والله جميل الدنجن هذا. المهم هذه هي الجهة اللي المفروض نروحها يا شباب. الانطلاقة نفس الكلام على جهة الستامينا فروت. ويو فواضحة الوجهة تبعتنا الى جهة الليفر. اوكي هو ده الكلام. لا شوي قدام فانفتح لنا الجيت الموجود هنا. في ناس اسألوني في التعليقات اكتبوا لي ان كيف لنايرو صارت او كانت متطورة. الشغلة هذه ما راح نقدر نعرفها لان الشغلة هذه قبل اساسا، قبل قصة زل. يعني اذا هذا اول جزء في التايم لاين ما راح نقدر نعرف ايش اللي صار قبله، لان القصة هذه تركز على زلدة وعلى بطيخ. فالشغلة هذه على الاغلب ان لانيرو كيف صارت متطورة، الشغلة هذه خلونا نقول على قبل، على زمن الخرافية نفسها ولا على زمن القديمين. ف
ما هي شغلة معروفة، لكن كل اللي عرفناه ان احنا هبطنا فلانيرو وهي صحراء، وعرفنا ان قبل لا تكون صحراء كانت منطقة متطورة. هذا اللي عارفينه يا جماعة الخير. عموما خلونا نكمل ونتوجه الى الاعلى، الى جهة الصندوق هذا، واللي راح ناخذ منه الايتم تبع الدنجن اللي هو الغاست بلور او الغاست بلوز الزبدة. هذا يا جماعة الخير حرفيا وش اقول لكم، شيء ينفض الغبار. ودي نسميه شغلة لكن ما ادري وش الشغلة اللي ممكن نسميها، شغلة زي المكنسة لكن بالعكس، عارفين اللي ينظف الاجهزة من الغبار. خلاص بس قررت وش نسمي، الاستشوار. هذا الاستشوار حقنا يا شباب. ويو طيب اوكي ممتاز، فكذا حنا اخذنا الاستشوار ايتم الدنجن، ممتاز جدا يا جماعة الخير. لاحظوا وجود الصندوق الموجود هنا، اوكي يبغى لها هندسة هذه. ويو هل 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 وسهلة. طيب ممتاز جدا، دريهمات ما راح اقول لا، خلونا ناخذ الصندوق الموجود هنا، على الاغلب انه دريهمات او ايتم. ريشة طير، ها يا مزعج، ها يا الغثيف، والله انك مو غثيف، انت حبيبي انت حبيبي. ما راح اقدر امر الا اذا نفضت الغبار هذا. ها ها استشوار استشوار ببلاش ببلاش، اخليك عريس اخليك عريس. عموما يا جماعة الخير خلونا نكمل، حنا نزلنا علشان ناخذ الصندوق اللي تحت يحتوي على الريشة. يلا اهم شيء ان الوحش هذا اذا صقع بالجدار زي ما جالسين نشوف، والله حركات والله قتل العناكب الموجودين هنا. ها بقى انت بس، ممتاز والله يعتبر ممتع الوضع. لا والله مو ممتع والغثيث ذا موجود. خلونا نفتح لنا شورت كات بمجرد ما ندف الصندوق الموجود هنا، الوضع ممتاز يا شباب. فالحين راح نطلع من المنطقة هذه بكل بساطة، ولكن هل راح نقدر بكل بساطة فعلا ننفض الغبار نستشور الغبار اللي تبونه؟ ناخذ هذه بس عشان بعض الناس ما تزعل. فحنا نقدر نقول ان اخذنا لفة كاملة. تذكرون الغرفة هذه اللي كان فيها الصندوق المرتفع وما كنا نقدر نرتفع ما كنا نقدر نرقى، ففتحنا لنا الطريق. راح تعرفون الحين بمجرد ما ننزل. ويو عرفت الطريق هذا اللي اخذنا منه المفتاح والجهة المقفلة الموجودة هنا. ها ايش عندكم ايش عندكم؟ طيب ممتاز، هذا اللي ما قتلناه الى الحين. اوكي لا 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 يا غثيث، بسرعة بسرعة، ولا عطانا ولا شيء مفيد. طيب اللي راح يصير الحين يا شباب انه راح نرجع للجهة اللي فتحنا فيها الباب، فتحنا باب واحد اللي كان فيه القفل، لكن باقي الباب الثاني اللي كان عليه الجيت المقفل. كيف ممكن انه ينفتح اللي هو هذا؟ فاللي راح يصير يا جماعة الخير، اذا تتذكرون حنا سوينا الجهة هذه او خلصنا منها، ولكن الجهة هذه ما كانت اكسسبل بالنسبة لنا لان ما كان عندنا الاستشوار. فاللي راح يصير اني افضي لي الطريق، فزي ما جالسين نشوف ظهر السويتش الموجود هنا. فاللي راح يصير اني راح ادف الصندوق او البوكس او البلوك الحديدي على جهته علشان تنفتح البوابة هذه. طيب ممتاز، اللي راح يصير الحين، ها يا ابو الشباب ايش عندك؟ حنا اي واحد اللي رحنا الظاهر هذا اللي ما رحنا اللي على اليمين، خلنا نتأكد من الخريطة بس. وفعلا الجهة هذه فاضية لسه، حنا ما اخذنا الدنجن ماب عشان كذا ما في شيء واضح الى الحين. اوكي ها ابتعد عني لو سمحت لو سمحت. ها وشو في هنا؟ ما في اطايب يا شباب، خلونا نقتلهم. ابتعد ايوه بالشكل ذا. طيب نعطيها ددش عشان قد ما نقدر نحاول نحافظ على الستامينا شوي، نعطيها كذا قبضة خفيفة. ايش في هنا؟ ما في اشياء لذيذة يا شباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. بليز لا تزعجونا ارجوكم. نايس. ولا بلوب ولا هم يحزنون. طيب ممتاز. ها ما يعطونا بلوبات يا اخي، ايش الطمع ذا؟ ها ما علينا يا شباب، ابتعد لو سمحت. فراح نتوجه الى جهة كومة الغبار الموجودة هذه. لا بستخدم الاستشوار حقنا، وجوه الاستشوار يتواجد واحد من الاحجار، فخلونا نسوي له اكتيفيت يا شباب. ما راح اقول لكم المكان تغير، ابى اقول لكم المكان تشقلب. طلعوا كيف؟ فكيف راح نستفيد من الاستشوار هنا؟ عرفتوا كيف يا شباب؟ يقطع ابو الذكاء، يقطع ابو الكرياتيفيتي. طيب فنفس الكلام، قبل ما كانت ظاهرة هذه بشكل كامل، ولكن الحين بسبب ان الوضع رجع الى الماضي صار بالشكل هذا. ددش وخذ دي. ممتاز. طيب جيد جدا، نشوف ايش الشغلات اللي راح نقدر نسويها. هذا ممكن يسبب لنا ازعاج يا شباب. يلا خدي. لا واحدة ثانية. طيب خدي. ممتاز. هذا يا شباب ترى لا يغركم، ترى والله يعطيك الدرهمات عليها الكلام. طلعوا هذه حلوة، حلو طريقة قتالهم، هذه بالطول وهذه بالعرض. خلنا نشوف هل بيطلق صاروخ، بس عشان اوريكم وشو كمية اللذائذ اللي ممكن يعطيك اياها. يلا دش. شوفوا يا شباب، شكرا. عادة اغلب الاشياء تطيح على الارض، والله انك كفو. يلا نستخدم الاستشوار تبعنا، فناخذ الشغلة الموجودة هنا اخيرا راح ناخذها يا شباب. اي اللي في بالكم، اللي في بالكم الدنجن. لا والله مو الدنجن ماب، توقعت ان الدنجن ماب، والله لقد خانني التعبير او الذاكرة. المهم خلونا نتوجه الى الجهة الثانية. طول الدنجن ماب، احس الدنجن هذا هو الدنجن الوحيد اللي فعلا قبل لا تاخذ الدنجن ماب تاخذ وقت، ولا العادة يحليلهم على طول الوضع سريع وتاخذها بشكل سريع من دون مشاكل. اوكي ممتاز. ما ادري ايش جيب هذا هنا، لكن يلا. فراح نفتح لنا البوابة الموجودة هنا، اهم شيء انه ما اختفت الخمس درهمات عشان نقدر ناخذها. نايس. هذا برا الرينج تبع الستون. خلينا نشوف وين راح نضربهم. مؤذي بزيادة. اوكي قتلناهم كلهم، ناخذ العشرين وهذا اهم شيء. يا كرهيلة. ايوه بالعرض من هنا، حالاته يكون واضح بالشكل ذا. جيب العشرين. اوكي يا جماعة الخير، فراح نحتاج الصندوق اللي هنا علشان نقدر. والله صراحة احتاج قلوب، لان صراحة نقصوني كثير يعتبرون. مدري هل فتحت الطريق اللي هنا ولا باقي فتافيت. اي والله كان باقي فتافيت. نسحب الصندوق. اوكي ممتاز. وبعدها ندفها الى الجهة هذه الى ما نوصل الى الطرف عشان نقدر نتسلق الى الجهة العالية. هذه الوجهة المفروض اللي نسويها يا شباب. اوكي تمام، اتوقع انها كفاية. وهذا جهة الصندوق، وبرضو هنا في، ماني متأكد بالضبط وش اللي عندنا بالجهة هذه، ولكن خلونا نستخدم الاستشوار عليهم. خلينا نشوف هل تستاهل السالفة. عنبورة يا شباب، هلا بالعنبر. والله تستاهل بالنسبة لي، العنبر جميل. كم واحد فيكم يحب ريحة العنبر يا شباب؟ كم واحد فيكم يحب؟ والله شوفوا مو دائما تكون حلوة ريحته. لاحظوا الطريقة الوحيدة اللي المفروض نسويها ننفض المكان هذا، فراح تظهر لنا الشفت، التايم شفت ستون، فراح نفعلها. فظهر لنا وحش جديد. خلونا نستخدم
الاستشوار تبعنا. اوكي طيب ممتاز ممتاز. ددش ددش ممتاز. هلا 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 انفتحت لنا البوابه اللي هنا، والحين راح نقدر ناخذ الصندوق. شوفوا على الاغلب على الاغلب ان هالمره الدنجن ماب، لا تفلونها وتقولوا لي مو الدنجن ماب هالمره، خلاص كفايه. بسم الله ان شاء الله يكون الدنجن ماب هالمره يا رب يا رب. اخيرا فظهرت لنا الاماكن الجديده. هلا 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 خلاص اللي راح نسويه الحين راح نكمل يا شباب. ممتاز. فعلى الاغلب ان اخذنا لفه كامله حول المكان الرملي، تتذكرون المكان اللي كان مسدود فيه كل شيء؟ فراح نضغط السويتش الموجود هنا. عرفتوا المكان هذا؟ بس علشان تاخذون فكره بسيطه، هو هذا المكان اللي اخذنا منه المفتاح ورجعنا، وهذا لسه مسدود، فحنا لفينا لفه كامله. عموما بس علشان تشوفون المنطقه هذه مره راح تكون يعني راح تغرقني، ما راح اقدر اني اكمل الى الجهه الثانيه. لكن لو فتحت الخريطه شوفوا كيف في عندنا مسار مغمور راح نقدر ان نمشي عليه على اساس ان ما نغرق. فهذا هو او هذا هي الفكره تبعت المكان هذا. فخلونا نكمل الحين في الطريق الصغير الضيق هذا، بس علشان تشوفون بعض الطرق مسدودة اصلا، شوفوا كيف. فالمفروض ان نكمل الطرق المسدودة، راح اسحب عليها، وهذا اللي على يميني برضو مسدود. شوفوا الصورة الكويسة للروبوتات اللي هنا، البورتري يا شباب. ها في واحد ثالث، يعني تخيلوا ثلاثة قتلناهم ولا واحد منهم عنده بلوباية واحدة. يلا ما راح اقول لا. اوكي هلا هلا والله ما ندمت، والله ما ندمت يا شباب. يلا خلونا نكمل الحين ونطلع. والله المكان هذا ممكن يخسر استامينا كثير، خلوه يعبي استامينا، بتطيخ شوي تعب. طيب فخلونا نكمل. اوكي على الاغلب في الخريطه راح نتوجه الى هنا ومن ثم هنا. ممتاز. فنفس الشيء راح نتوجه الى هنا. طالعوا الطريق هذا ما راح نقدر نتوجه له لانه قدام مسدود. فايش اللي راح يصير؟ راح نفضي لنا لا 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 وش قاعد اسوي؟ بسرعه بسرعه لا يضربوني الكهربائيين. الهروب كويس. هذه ممكن تكون لخبطه لان في جهه مسدوده وجهه عاديه. نحط ببالنا الموضوع ذا يا شباب. جهه مسدوده وجهه عاديه. فخلونا نكمل. والاستامينا زي ما جالسين نشوف جالسة تتخسر بزيادة هنا المفروض. يا سلام جبتها من أول مرة، جبتها من أول مرة، يعني ما هي مسدودة الحمد لله. هلا هلا هلا. فطلعنا من الجهة الثانية، جد بطيخ تعب. فالمفروض أن نتوجه إلى قدام. المنطقة هذه كلها مليانة بالغبار، فاللي راح يصير أن نفضي لنا الطريق علشان بس نشوف في الخريطة. المنطقة هذه فيها صندوق موجود على الزاوية، وفيها سويتش علشان يفتح لنا الباب لأن الباب مقفل. فخلونا نشوف يا جماعة الخير. اوكي طيب الوضع ممتاز. بس علشان تشوفون الصندوق راح يكون موجود هنا، هذا هو الصندوق زي ما شفنا بالخريطة. وبرضو عشان تشوفون المكان هذا مقفل بسبب الجيت اللي ساده، فعلى الأغلب انه في طريق هنا. اوكي اوكي هذا كله مسدود. ابتعد لو سمحت، لو سمحت ابتعد. اوكي لا اله الا الله يا كرهي لكم يا كرهي لكم. طيب اوكي على الاغلب انه في الجهه ذي. المفروض السويتش هنا يا شباب. اوه هذا هو، هذا هو السويتش. خلوني اضغط السويتش ولا اقول لكم بما اني كذا ولا كذا راجع له. ترى هذا حرفيا مو يوخر الغبار، ينفض الغبار بس. فاخذنا الشغله الموجوده هنا، 20 من الدريهمات. فراح ناخذ لفة علشان نضغط السويتش الموجود هنا وخلاص نطلع من المنطقة هذه. حلوة فكرتها انك تستفيد من الاستشوار الموجود. جميل يا شباب. ها وشو هنا فيه؟ ما ابغى شكرا ما ابغى. اوكي تايم شيفت ستون على الاغلب. لكن طالعوا هذه فكرتها حلوة.
هذه عربة وفيها تايم شيفت ستون صغيرة. الجهة هذه تتذكرون هذه الجهة اللي نزلت من الأسفل ولفيت لين ما خشيت؟ هذه الجهة نفسها عشان تشوفون اللي بالخريطة مشيت عليها. فخلونا نسوي اكتيفيت للتايم شيفت ستون. طالعوا ايش يصير؟ كل ما تقدمت كل ما صار اكتيفيت جزئي يا شباب، طالعوا حتى فوق في السقف. وفي نفس الوقت اذا بعدت او بعد عن الرينج راح، شوفوا كيف اول ما يبتعد بالكامل راح يختفي رويدا رويدا. انا بالنسبة لي الاساس اني افعل، عشان بس تشوفون هنا جهة البوس، فالمفروض انه يكون عندي البوس كي في الاخير. لو سمحت لا تطلق علي، حسبي الله على ابليسك. والله انه دمجني، بس عموما كذا ولا كذا راح يبعد عنا الرينج وراح يرجع زي ما كان. طلعوا كيف بس عشان تشوفون، خلاص المفروض انه راحوا فيها. تخيلوا يلحقون، اوه هذول بيلحقوننا ليه؟ خلاص وابتعد. هذه فزعة بالنسبة لي. اوكي تك تك وتك عشان العربة تبعتنا يا شباب. جميل، الين ما تروح الى الجهة الثانية، واعتقد انكم عرفتوا وين الجهة هذه. هذه هي البوابة الثانية تبعت الغرفة اللي كانت مقفلة. خل اروح هنا عشان تفزع لي هذه، لاني ما راح اقدر اني ادمر هذول، راح تكون فزعة بالنسبة لي. هلا بوي هلا بوي هلا بوي. ممتاز، خلاص زي الحلاوة يا شباب. خلاص بس افتح البوابة اللي هنا عشان تكون لي كأكسس، مو معناها اني بحتاج ارجع، ما راح احتاج اني ارجع، بس انها تكون لي كأكسس. فكذا فتحت البوابات كلها تبعت الغرفة هذه، حرفيا اعتبر كأني فتحتها في الماضي. والحين راح اعكس الجهة. اذا لاحظتوا او وريتكم جهة باب البوس، باب البوس كان موجود في الجهة الثانية، لكن راح نحتاج المفتاح. شوفوا الدرج الموجود ما راح يكون اكسسبل لان في بلوك حديدي موجود. فنفس الكلام راح يصير، راح تكون مشوار الرجعة بالنسبة للجهة اللي خلصنا منها تو. اوكي شو رايكم بالميوزك يا شباب في المنطقة لما ترجع للماضي؟ انا اللي احتاجه بالضبط انها تروح الى الجهة الثانية علشان تفتح لي المروحة، والمروحة هي اللي بتفتح لي الجيت الموجود هنا. شكرا جزيلا. فعلى الاغلب اني راح احتاج انها روحة ورجعة تكون بالنسبة للوضع هذا. بس خل تفعلها على طول على طول على طول. يلا نستنى الين ما، يا سلام. اوكي فبالطريقة هذه انفتحت لنا البوابة، لكن واضح ان السالفة فيها رجعة للعربة البطيئة هذه. هل بنستناها الين ما ترجع؟ عشان كذا الليفر ذا موجود على طول، فراح تثبت. فكيف راح نرجعها؟ اول شيء راح نسوي اكتيفيت للتايم شيفت ستون علشان ترجع الى الحاضر، واكتيفيت علشان ترجع الى الماضي، فراح ترجع تشتغل من جديد علشان نروح الى البوابة هذه. مشكلة الحجر ذا او العربة هذه انها بالقطارة يا جماعة الخير قاعدة تمشي، فاعتقد انه يمديني اني اختصر، ما يحتاج انها تروح مقابل البوابة. اعطيها على الزاوية كذا بالشكل ذا. اوكي ممتاز ممتاز، على الاغلب ان قربنا من النهاية. البوابة او الجهة هذه والغرفة هذه حقت البلور، الظاهر هنا ممكن اخذ مفتاح البوس. تعطوني شيء ابغاه ولا لا؟ من الاخر واضح ان ما اعطوني اي شيء مفيد يا جماعة الخير. اوكي طيب ممتاز. بما ان في سيور واضح اني راح ارجع الى جهة الماضي، هي على الاغلب. والمسارات هذه فاضية بعد. تشوفون كومة الغبار هذه كل بعيد، هذا هو التايم شيفت ستون على الاغلب. اوكي وشو عندنا هنا؟ ما في عنبر، شيء اشياء لذيذة. ايش في هنا؟ جوهرة خضراء. هل تحتاج اروح لها وارجع؟ لا والله ما يحتاج. ممتاز، ايش عندنا هنا؟ هلا ابوي هلا هلا هلا. اوكي استخدم
الاستشوار تبعنا. لحظة يا شباب، لاحظوا الألوان حتى تبع البلاتفورم هذه، واضح ان اللون اشهب. طلعوا كيف صار. اوه هنا الصندوق اللي راح ناخذ منه مفتاح البوز، زي ما قلت لكم الألوان صارت احلى. ممتاز، خذ دي ودي كمان ودي كمان. طيب الحين الجهة اللي قبل شوي جينا منها المفروض انه صار فيها بلاتفورمز، شوفوا كيف. يفترض ان الجهة هذه فيها اللغز الاخير. هي ممتاز ممتاز. اوكي ممتاز جدا. ركزوا بس بالاشكال، ابغاكم تركزون بالاشكال الموجودة هنا. لاحظوا بالاشكال الموجودة وراء الجدران. استخدم القنابل، لا يزعجنا الوحش اللي هنا اهم شيء. اوه لاحظوا هنا الشكل تغير، او انه خلونا نقول صار ثلاثة او ثلاث وجهي، راح تفهمون قصدي. ها خدي. فاللي على اليمين شكل، اللي على اليسار شكلين، اللي بالنص ثلاثة. فضيلك. نستخدم البلور بس، مع انه لذيذ هذا يا شباب. انتم شايفين الدريهمات اللي يعطونا او الدريهمات اللي ناخذهم، شيء طيب. لازم يعني ها والله صدقون، يمكن نستفيد يمكن نستفيد. طيب اطلق يا رب يعطينا شيء. يلا لا كلها تحت، حسبي الله على ابليس. عشان كذا يقهر الوحش ذا، مستفز بزياده، او على قولتهم يقهرك، خصوصا المنطقه تعتبر مرتفعه يا جماعه الخير. اوكي يلا يا عزيزتي من الجهه ذي. حطوا ببالكم الاشكال هذه بناء على اماكنها راح تعرفون انتم، او راح تتوضح لكم الرؤيه. هنا الوجهه تبعتنا اللي المفروض نروح لها. اول رايت يا جماعه الخير، من هنا افضل. لا 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 لا, لا. من الجهه ذي اتوقع كفايه. ثلاث قنابل، خمس قنابل اللي باقي، هذا اللي احتاجه اتوقع، ما احتاج اكثر. فظهر لنا سويتش في الجهه ذي، حطوا ببالكم النقطه هذه. نستخدم القنبله الثانيه. ممتاز جيد. فنفس الكلام سويتش، على الاغلب انكم فهمتوا فكره اللغز هذا. شوفوا شباب قبل لا حله، ها فهمتوا ولا لا؟ ابغاكم تكتبون لي التعليقات قبل ما احل اللغز عشان اشوف فهمكم، هل فهمتوا علي ولا لا؟ ايش سالفة السويتشات هذه؟ طيب اوكي، خلونا بس نكون هنا. نستخدم الاستشوار تبعنا. اي خلاص اوقف هنا وابتدي الشغل. ايش معنى الكلام ذا يا شباب؟ اللي على اليمين واحد، اللي على اليسار اثنين، اللي في النص ثلاثة. فحل اللغز بسيط. فقلنا مرة ثانية بس علشان تشوفون. فاللي على اليمين، اللي على اليسار واحد، فنبتدي فيه. وبعدها يمين اللي هو اثنين، وبعدها الاخير اللي الحالة اللي هو ثلاثة. فهذا الاوردر تبع الاكتيفيشن تبعهم او الاكتيفيتنج. فخلاص كذا الوضع ممتاز. نستخدم الاستشوار على اساس ان نتوجه الى جهة المفتاح تبع البوس. الوضع لطيف جدا يا جماعة الخير. بدري بدري القنابل، فواضح ان اثنين من الوحوش هالمره هذول. اوكي خلونا نفتح فمه. اوكي دش ودش. فهذا الاول، هل بيعطينا شيء كويس؟ خلي لك نفس الكلام هذا، دش ودش. فكذا يا جماعه الخير فتحنا الجهه اللي راح تدخلنا الى جهة الصندوق السبيشل او السري او الرهيب، واللي راح ناخذ منه مفتاح البوس اللي هو الانشنت سيركت، الدائرة القديمة او الاثرية. عموما يا شباب الجهة هذه ما كنا راح نقدر نرقى او بسبب الصندوق هذا، الحين راح نقدر ان ننزل من دون مشاكل.
اوكي هلا هلا توني ارحب فيك توني ارحب فيك شكرا ابغى قلب اريد قلبا يا شباب المهم فخلونا نسلك الجهة هذه خلنا نتأكد بس هل تسوى لا والله ما تسوى الجهة هذه ما منها فائدة على طول راح ننطلق لكن ننتبه من البلورات نايس والله نايس انتباه يا ابو السعادة توني اقول نبغى ننتبه من البلورات فعلشان كذا بسرعة 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 ممتاز لا تنكبنا الله يخليك وتشتغل ما هو وقتك كويس نايس يا شباب فراح نطلع من الجهة هذه الى جهة مفتاح البوس لكن راح يتواجد درج بالمكان ذا بس علشان تشوفون في الخريطة الصناديق كلها اخذناها الا الصندوق ذا اللي هنا فهو اللي راح نتوجه له موجود قدامنا والله احتاج قلب صراحة هل احتاج قلب؟ واحتاج هذه بعد المهم هذا هو الصندوق الاخير فكذا يا جماعة الخير حنا حللنا الدنجن بالكامل راح نفتح لنا الشورت كات بس تبع الدرج الموجود هنا عشان تشوفون بس ممكن في واحد يقول بس سعادة في صندوق اخذناه الصندوق بس عشان تشوفون اوكي فكذا يا جماعة الخير حنا جاهزين ان نتوجه الى جهة البوس فخلونا نسوي سيف ايه ما يمنع جميل جدا نفعل العربة هذه وزي ما جالسين نلاحظ مربوطة بالأخ اللطيف البلورات هذه ما هي موجودة إلا بالماضي لو تلاحظون فلازم أني أمشي بناء على العربة الموجودة قدامي علشان تسد على البلورات اوكي فحنا جاهزين يا شباب زي ما شفنا ان نتوجه الى جهة البوس اوكي هذا عندنا السيركت اتوقع الجهة هذه كويسة يس حلينا الوضع بكل سهولة ممتاز نقول بسم الله يا جماعة الخير وندخل الى جهة بوس الدنجن ودخلنا الى غرفة البوس الرملية نقول بسم الله يا جماعة الخير جاء الوقت اللي راح نحارب فيه البوس الثالث التركيز اهم شيء الحين في البداية على الذراع الصغيرة لان في الاخير يعتبر ضربها اصعب من اليد الثانية اوه نو ركز 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 يا ابو السعادة اكيد لاحظتوا يا شباب وجود اللي حول يده اللي حول اوكي ممتاز خلونا نقول ان حول العين نفس الدرع اوكي ممتاز ركز ركز يا ابو السعادة دام دمرنا اليد الصغيرة المفروض الوضع ما يخوف ابد اوكي جيد فزي ما قلنا حول العين يعتبر درع اكيد طبعا القشرة تبعت العقرب لكن يعتبر بشكل عام ما هو بوس قوي اوه نو جيد المفروض ما راح يبقى له الا شيء بسيط نايس كذا دمرنا يا جماعة الخير اوكي وصلنا الى الفيز الثاني وين تحسب انك راح تروح وين تتوقع انك راح تروح واو اوكي تأخرت اوكي نفس الكلام
نفس الكلام لازم انطلعه من الجهة ذي. خد دي ودي كمان. فكذا يا جماعة الخير نكون خلصنا من البوس الثالث. جي جي. وكنتيجة على تخليصنا للدنجن بهزيمتنا للبوس راح نحصل على الهارد كونتينر. يلا ممتاز. انفتح لنا الطريق للخارج يا شباب، وهذا هو الأساس. ناخذ الهارد كونتينر في البداية، رقم 11 أول قلب في السطر الثاني. ممتاز. جات اللحظة يا شباب الحين حنا سبب دخولنا المنشأة لانايرو للتعدين على أساس نتوجه إلى المنطقة أو منطقة الأنفاق السفلية، لأنها هي اللي راح تودينا إلى معبد الزمان. راح نستخدم البتولة زي ما جالسين نشوف تتواجد بالأعلى حجرة للتايم شيفت، فراح نرجع إلى الماضي علشان نتوجه إلى الضفة الثانية. يا أخي والله أتعب وأقول إبداع، يا أخي أتعب وأقول تنكلوجيا تنكلوجيا، مش تكنولوجيا تنكلوجيا. هل في أشياء زيادة؟ ما أعتقد. أوكي، فراح يأخذنا الترولي اللي جالسين نشوفها من منشأة التعدين إلى تيمبل أوف تايم. جات اللحظة يا شباب ويفترض أن زلدا متواجدة في المكان هذا. إمبا. جلالتك بسرعة للبوابة، بطيخ بطيخ خذها راح تحتاج لها. فأخذنا الهارب تبعت زلدة. بسرعة روحي. بطيخ، هل تأخرت هالمرة؟ لا، وصلت على الوقت. بطيخ، لازم تغادر الحين. ارجع للعجوز الموجودة بالأراضي المحبوسة وقول لها اللي صار هنا. راح تكون عارفة المكان اللي راح تتوجه له، وراح تعرف اننا راح اشوفك مرة ثانية. هذا ما هو الوداع بطيخ، اوعدك. سويتها يا بطيخ، ما الوم الا نفسي. كان المفروض اني اوبخك في اخر مرة تقابلنا، لكني كنت رقيق
كان راح يكون من دواعي سروري اني اعاقبك الحين، لكن ما عندي وقت للترفيه، لكن المرة الجاية راح اسوي اكثر من مجرد ضربك بلا معنى، راح اخلي الامر مؤلم جدا، راح تنصمخ من صوت الم صراخك. واو تقرير يا سيدي، ما عاد صرت اقدر القط وجود زلدة. باللحظة اللي تدمرت فيها البوابة حضور زلدة اختفى من قراءاتي، فما راح تقدر انك تبحث عنها الحين بالداوزنج. مرافقة زلدة وجهتك على انك تقابل المرأة العجوز الموجودة بالارض المحبوسة، فاقترح ان نتوجه الى المعبد المحبوس. اوكي يا جماعة الخير، بما أن انفتح المكان الحين راح يكون لنا كشورت كات من دون ما نروح الى المنشأة تبع التعدين. نقدر نقول ان خلصنا من منطقة لنايرو حاليا، فخلونا نتوجه الحين. اوكي يا جماعة الخير، خلونا الحين قبل نرجع الى سكاي لوفت ما يمنع ان نجمع بعض من العطايا اللي اخذناهم. اي ما يمنع الكراتين او بلوكات الخرافية. فقدامنا الجزيرة هذه الموجودة، لكن شوفوا ما راح نخش في الفوهة. اكيد انتبهتوا لوجود الاخ اللطيف، فراح ناخذ اول صندوق اللي هو هارت ميدالية القلب. اوكي ما راح نقدر نستخدمها بما ان الباوتش كامل، خلاص نشيل البيكون الموجود هنا نحطهم على هذول الاثنين. اعتقد ان احنا اخذنا اكثر من ثلاثة، بس في واحد منهم، واحدة من البلوكات اعتقد انها موجودة في سكاي لوفت مو بالمكان هذا، لكن خلونا نوصل الى المناطق اللي نبغاها باستخدام قوة البوستر الموجودين في السماء. ويو رهيبين يا اخي والله العظيم، يحمسونك على موضوع الطيران. اوكي وبغى يجيبني التعبان. شباب عارفين وش الجزيرة اللي قدامنا؟ بسرعة قبل لا تظهر، قبل لا تظهر. اوكي اللي خلاص الحين المفروض الكل عرفها، فاللي خمم متأخر يعتبر خسران. اللمبي بامكن الجميلة. عموما يا جماعة الخير، لأن سوينا تصويت الحلقة اللي طافت في ان هل تبونها المهمة الرئيسية تبعت القصة، او تبغون نسوي كم شغلة جانبية، فما راح يمنع ان نجمع هذول على الطريق. ممكن نسوي كم من شغلة في سكاي لوفت، ما راح يمنع قبل لا ننهي الحلقة. احنا نعتبر خلاص خلصنا الشغلة الاساسية، عرفنا ان وجهتنا التالية راح تكون في اراضي فيرون في جهة المعبد المختوم او الارض المحبوسة، فهذه اللي راح تكون وجهتنا في الحلقة الجاية على طول. فالوضع ممتاز، راح نهبط في المنطقة هذه. اوكي نستخدم واحدة من القنابل، على الاغلب الجزيرة اللي بعدها راح تكون موجودة بالاعلى. هلا نشوف وش الشغلة اللي راح نلقاها هنا. صندوق جديد، واحدة من الجودس كيوب، مكعبات الخرافية. هلو هلو هلو. طيب راح يبقى لنا اخر تارجت. اوكي ما راح استخدم البوستر، لاني لو استخدمت البوستر على الاغلب راح تروح علي هذه وراح اعديها، فما في الا اني انطلق الى الاعلى الى جهتها. يا شباب والله تصدقون البوستر كان ممكن يكون كويس. والله المشكلة احيانا البوستر يكون غدر، خلوا عنكم. اوكي جالس اشوفها بالاعلى، ممتاز. فهذا هو الصندوق الثالث اللي هو هل بالبيس اوف هارت. يلا احنا جاهزين يا شباب، الوعد وين؟ الوعد في سكاي لوفت. يلا خلاص خلوني اشوفكم هناك. هل بسكاي لوفت الحب، هل 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 بالوطن، هل بالوطن. راح نتوجه على طول على جهة البازار يا شباب. اي ما يمنع في كم من مهمة حلوة ممكن ان نسويها قبل ان ننهي الحلقة، ما يمنع ابد.
طيب خلونا نروح إلى البازار. طيب دقيقة، خل أستخدم واحدة من الفريات الموجودة. إيش تبغى أنت يا الفورتون تيلر؟ ما أحتاجك أبو خدود. غريبة صح، هذا ما وريتكم إياه. يا حليل المتينة. المهم خلونا يا شباب نشتري من صديقتنا دواء للستامينا 50 ملي درهمات. ليش يا ابو السعد؟ راح تعرفون، لا تستعجلون. هلا هلا هلا، تذكرون هذا المساكين اللي حاول ينوم ولده؟ لا تشيلون هم شيء يا شباب، مهام سكايلوفت الجميله مستحيل انساها. طيب عموما الشغله اللي راح احتاج اسويها، خلونا نروح الى الجهه الثانيه من سكايلوفت. هي من الجهه الثانيه، ما يمنع من وين نتحرك. لحظه دقيقه، في واحده من الحشرات. ايوه هذا، هي هذا هو. يا سلام، تعال. تخيلوا السكاي ستاك بيتل ما اخذناها. بيتل سكاي لوفت، بيتل السماء يا شباب، فما راح يمنع. خلونا نتوجه الى الجهه الثانيه من وراء الجسر الموجود هنا. بيمدينا. هلا هلا هلا. طيب فخلونا ندخل البيت الموجود هنا، نبغى نعطيها غفوة إلى الليل. تخيلوا يا جماعة البيت المغبر هذا بيت مين؟ هذا بيت بيبت يا شباب، وهذه أمه. ما علينا، خلونا ننام في السرير المغبر هذا إلى الليل. يلا جود نايت. طيب اوكي، خلونا نتكلم معها. بطيخة، اهلا وسهلا، انت هنا بوقت ممتاز. انا بيتي مرة متوسخ وبيبت عجز مني. المهم احنا راح نساعدها في تنظيف البيت من الغبار. الخدامة بطيخ ترحب بكم، راح نستشور البيت بالكامل. عشان بس اقول لكم ان هذا استشوار. يلا تعالي اطلعك عروس، اطلعك عروس مبسوطة. المهم هل تحسون احساس الهواء في الغبار هذا؟ طلعوا كيف يلمع احساس اي غبار، احساس الهواء القوي بالاستشوار هذا او بالمنفخة هذه، تحسونه جميل؟ هل تحسونه طيب بارد ولا حار؟ ما ادري، امور كثيرة. اهم شيء اني جالس وانا انظف، جالس اكسر الفازات والشغلات الموجودة. ايش ست البيت هذه اللي راضية انها تعيش بالغبار؟ والله ما اقول الا الله يعين بيبت عليك، هذا اللي اقدر اقوله باختصار. عموما اعتقد ان احنا نظفنا ثلاث ارباع البيت اذا ما خاب ظني، ما بقى الا شيء اخير. خلونا نقول ايش اللي بقى، الشبابيك. اي هذا الشباك الاول والثاني والثالث. يا سلام، اوه شلت كل الغبار من البيت، تعال يا عزيزي. اوكي خلونا نجيها. مرة شكرا بطيخ، البيت صار مرة يبرق ونظيف. اوكي هي عموما كل هذا علشان ناخذ 5 من كريستالات الامتنان، صار عندنا 30. نقدر نروح عند بطروخ، اقدر برضو اعطيك 20 من الدرهمات كمكافأة لك. هلا هلا شكرا. اذا غبر بيتنا مرة ثانية تعال من جديد. اوكي بس تكفى، في شيء ثاني لا تقول حق بيبت من جديد، راح يعصب مني. خلها الشيء سر بيننا. الله يمحق ام، ام حق ام. انت رايح الحين، اذا شفت بطيخ سلم عليه بطيخ، اذا شفت بيبت سلم عليه بطيخ. ما علينا يا شباب، ما علينا. اوكي بما اني هنا واخذت الثلاثين، ما راح يمنع من ان نروح نزور صديقنا بطروخ يا شباب، ما راح يمنع، خصوصا ان كملنا 30 وحده كمايلستون. ما راح يمنع صح، بينبسط اساسا لو درى ان جمعنا كم واحدة من كريستالات الامتنان، انا متأكد. هلو بطروخ، اوه جمعت لي زيادة من كريستالات الامتنان، عجيب. تفضل هذا كرم شكر من هذا العفريت. فاعطانا، اوه ماي جاد، المحفظة الكبيرة اللي تخلينا نجمع 1000. قدرت انك تحقق قدر أو تقدم عجيب في تجميع كريستالات الامتنان، رجاء واصل في مساعدتي زيادة. فبما أن جمعنا بروجرس كويس، ظهر الصندوق هذا. يا سلام خلونا نروح ناخذه.
لا أبوس شنباتك، وقف هالصندوق، المفروض أنه ما ينفتح تحت أي ظرف من الظروف، في شغلة سيئة بالداخل. أبي أفتح الصندوق. قلت لا، هالصندوق يحتوي على الميدالية الشريرة سيئة السمعة المعروفة باسم الميدالية الملعونة، لو أنك حملتها معاك تحصل على دريهمات أكثر من أول، وبرضو راح يكون عندك فرص أفضل لاكتشاف كنوز أكثر، لكنك راح يصير لك، لا تخليني أقول. قول إيش؟ راح يزداد الأمر سوء بشكل بعيد، أي روح مسكينة تستخدم هالميدالية ما راح تكون قادرة أنها تفتح المحفظة حقتها، حتى لو كنت مرة تحتاج أنك تستخدم الدرع أو الأدوية ما راح تسمح لك. هل تقدر تتخيل كيف ممكن يكون المصير أسوأ من كذا؟ أرجوك اصرف النظر عن هالصندوق للأبد، لازم ما ترجع تفكر فيه من جديد. والله شكرا يا بطروخ، شكرا أنك قلت لي أني ما أخذ الشيء الخطر. إن شاء الله. إن شاء الله. فأخذنا الميدالية الملعونة يا شباب. أوكي خلونا نطلع الحين. نقدر نقول أن زي ما قال يعني بالضبط، لما نسوي لها إكويب ونحطها في المحفظة، راح نقدر يا جماعة الخير أن نحصل على فلوس أكثر من أول، ولكن المشكلة أن ما راح نقدر نستخدم المحفظة سواء نبغى نحط درع أو أيا كان. يعني شوفوا بالنسبة للوضع العادي أو بالنسبة للوضع الحين، طالع ما أقدر أستخدم الدرع لأنها موجودة عندي، فاللي أبغى فاللي المفروض أسويه أني أشيلها. فما علينا، نشوف بعدين الموضوع بما أني داخل سكاي لوفت. الحين الوجهة تبعتي المفروض تكون جهة الأكاديمية، راح أروح أكاديمية الفرسان يا جماعة الخير. أوكي فاللي علي أسوي أني أنطلق إلى جهة البوابة العلوية، لأن زي ما حنا عارفين العجيز تقفل البوابة السفلية في الليل، فالبوابة العلوية هي اللي مفتوحة، فراح أتوجه لها وأدخل. ممتاز جدا. طيب وين رايح يا أبو السعادة؟ ليش رايح الأكاديمية الحين؟ راح تعرفون، الوضع راح يكون بطيء بالداخل، فأفضل طريقة أني أدحرج وراح أتوجه إلى غرفة خوينا فلج. شوف ايش قاعد يسوي، جالس يحاول يتمرن ويسوي تمارين ضغط. 5 6 7 اوه خلني القط انفاسي. هي بطيخ، اوه ايش جالس اسوي؟ جالس اتمرن، ماني قادر حتى اني اشيل برميل واحد، مثير للشفقة اعرف، لهالسبب ابي اصير اقوى، مرة منحرج من وضعي، علشان كذا جالس اتمرن بالليل لما ما حد يكون حولي علشان ما يضحكون علي، لكن ما احس الوضع ماشي كويس، احس اني جالس اتعب بسرعة، كنت ناوي شوي واوقف تمرين. هو بطيخ، ايش اللي عندك؟ هل هذا مشروب الاستامينا صح؟ ما احس انك راح تمانع اني اخذه صح؟ تفضل. من جد؟ شكرا، انا مدين لك. واه جالس احس بعضلاتي تتحرك من الحين. هل الوضع بيكون كذا؟ اقصد بهالمعدل ما احس اني راح اقوى وبنيتي تصير اشد. شد حيلك. صح، هذا بالضبط اللي احتاج اسويه بدون حلطمة زيادة، احتاج اني اشد على نفسي. شكرا بطيخ، راح اخليك تفخر فيني، راح تشوف واحد شديد في وقت قصير. يلا نرجع للتمرين، تعالوا شوفني مرة ثانية وراح اوريك فلج الجديد. اوكي بالتوفيق يا فلج الروميت تبعنا. فحنا عطيناه الاستامينا او مشروب الاستامينا على اساس يساعده او يكون كبوش في انه يتمرن بشكل كويس. لحظة دقيقة، انا ايش اللي خلاني يا جماعة الخير، ايش اللي خلاني كذا بس على طول اطلع؟ ايش دعوة يعني، خلص من فلج خلونا نرجع غرفتنا. يقول لك ما في احلى من سرير الشخص نفسه، من زمان ما فتحنا واخذنا 5 من الدراهمات. سريري صديقي العزيز، يلا راح ننام الى الصباح يا جماعة الخير. Good night عالم.
أوكي إيه خلاص، حتى ما يحتاج أن نتوجه أو نطلع من البوابة العلوية. أوه يا شينك يا شينك، ما أحب هذا، ما هذا بالذات ما أحبه. طيب قبل لا ننهي الحلقة، نعرف أن في كم من تساؤل في بالكم، على سبيل المثال الهارب تبع زلدة، لكن راح نتكلم عنه بعدين. خلونا قبل لا ننهي الحلقة، بما أن أخذنا الميدالية الملعونة اللي ما راح تسمح لنا أن نستخدم الباوتش، خلونا نشيل الميدالية، راح نروح إلى البازار ونتكلم مع باتريس المنفسة. وينها؟ تبعت الايتم تشيك. أيوة هذا هي، خلونا نتكلم معها. يا أخي ليش الزعل، ليش الزعل، تذكرون أبوها يا شباب. طيب خلونا نتكلم معها. أهلا فيك في مخزن الأدوات. أوه هذا أنت من جديد، صاير تجي كثير هنا مؤخرا، أنت الوحيد اللي يجي هنا باستمرار بالحقيقة. هي استنى لحظة، لا تقول لي أنك تجي هنا بس علشان تشوفني صح؟ لا. أوه صح طبعا، ما بيكون الشيء منطقي أصلا. على أي حال ما حد مهتم. أوه نسيت عندي شغل أسوي، تبيني أخزن لك شيء؟ أيوة لو سمحتي. أوكي فخلونا نشيل الميدالية الملعونة يا شباب. طيب شكرا باتريس. عموما يا جماعة الخير، في مهمة الباتريس لكن بعدين، أهم شيء الحين أن نقدر أن نستخدم الباوتش بس علشان تشوفون. فراح أنا ليش ما حطيت الأشياء الثانية بعد؟ أهم شيء رجع الدرع. المهم يا جماعة الخير، نكون إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو، فإن شاء الله أنكم استمتعتوا وانبسطتوا، وراح نشوفكم بإذن الله على خير قريب. استودعتكم الله وفي أمان الله.